الجميلة والعملاقة كاملة أبو ذكري، النهاردة مش هنسألك عن أي حاجة غير 100 وش، ليه جزء تاني ولا لأ؟ والله لسه مش عارفة. يقال إن هو يبقى فيه فيلم. برضه مش عارفة. لسه مفيش أي أخبار عنه؟ يعني لسه مفيش أفكار ولا في سيناريو ولا حاجة، فيعني في نية لكن لسه مفيش خطوات واضحة يعني. كاملة أبو ذكري لافرز عارفين أبية، إحنا عايزين نعرف الجمهور بأبية، إزيك؟ كويسة الحمد لله. أبية هي بنت أخرية الكبيرة كاملة أبو ذكري، ماما في البيت جامدة ولا كول؟ لا جامدة أوي. على طول. آخرك مرة زعقت لها إمتى؟ من 5 دقايق. أبية عايزة تمثلي؟ لا خالص؟ لا خالص. طب لو قلنا إنك هتمثلي، هتمثلي إيه من أدوار أستاذة كاملة؟ مش عارف، ممكن أمثل زاد يعني عشان أبية، إديلها نصيحة قدام الكاميرا. مش عارفة أقول إيه ولا إيه، حاجات كتير يعني، إنها تحاول تدور على راحة البال والسعادة على قد ما تقدر يعني. ماما بتعرف تطبخ أكل إيه؟ كل حاجة. بتطبخ كل حاجة بجد، يوم إيطاليين، يوم إنديين، يوم بقى لبناني، يوم مصري، كل حاجة يعني. فلسطيني. أكتر أكلة فلسطينية بتعمليها يا أستاذة كاملة؟ المقلوبة الفلسطيني والفتة الفلسطيني. لو جات لك مره عبيه وقالت لك انا عايزه اعمل قلق جرسون واحلق شعري خالص، هي حره، هي عملتها قبل كده، هي فنيه يا حره، بس مش احب يعني، يعني حبه حبه كده اكتر. ممكن ترسمي تاتو؟ لا خاف. لو هتقرر عبيه خلاص ان هي تمثل، وهتختاري لها روايه من الروايات الموجوده، هتكون روايه ايه؟ من الحاجات اللي عملتها ولا من الحاجات اللي عملتها؟ وحده الغروب. تقولي لنا صفحه 7 صعبه 5 مرات. صفحة 7 صعبة. لا ماليش في الجو ده خالص. يعني قول لي تاني صفحة ايه؟ صفحة 7 صعبة. 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 حلاوة بقلاوة شنجر بنجر نول هو أميل قالت كده. ماليش في الجو ده خالص، مفيش أنا في الجو ده خالص.